نورا اهلا وسهلا فيكي معنا بترندينج. ثانك يو سو ماتش. بنحبك كثير بترندينج and you visited us once before. Yes. Today you killed it on the stage. Yeah. How did you feel وانت موجوده على stage Dubai Expo 2020؟ كيف حسيتي اليوم؟ كيف حسيت؟ you know my leg is still shaking. واحده من الفقرات قدمت اصغر معجبه لها لترقص معها. كان كثير حلو الكراود كان الستيج فول كل الناس اجت لتحضرك. And you know this is the moment where you say alhamdulillah because هلا فتره ديال كورونا and you don't know shows حيكونوا ولا ما حيكونوا, ناس حيطلعوا ولا ما حيطلعوا من البيت. You know there's so many question marks and as artists we don't know what the future holds. احتفلت بعيد ميلادها ال 30. هذا الشهر كان كثير حلو عليكي كمان, it was your birthday. Yes. And you're in expo. في قصص هاي السنه انه حابه تسويها تعمليها plans لهاي السنه goals حطيتيهم لحالك؟ اكيد حطيت goals of course. I want to grow more, I want to do more projects that are outside of the box. I want to become more global and relate to more people, especially with my fans. I'm so excited to have so many great projects this year that I've always wanted to do and I've kind of just dreamt of doing. Actually, حتى اليوم اللي سوينا بالستيج هي كان حلمي, you know, to be able to be such a dynamic performer on stage and have such love from the audience. هي كان only in my dreams, you know, and to be able to do it, it's also a monumental moment for people who also are dreamers. Just like me. صراحة great performance, outfit رائع. يعني احنا قاعدين في الاستوديو بنتفرج على التقرير بنشوف الجمهور قد ايه كان مستمتع معاها. انا حسيت لا انا حابة احضر معاها لانه كل حاجة كل اغنية كل فقرة تحس ان في اختلاف رهيب رغم ان هو نفس الاوتفيت ونفسها هي نفس الفنانة على المسرح. وحبيت قوي كلام كمان برضو صبحي في كلامها ان هي بتحفز الناس ان احنا نحلم. حلو ان الواحد يحلم, حلو ان الواحد يحس انه ممكن يحقق حلمه. وطبعا الدليل ده على ده كمان ان امبارح رجعت نورا ونشرت تعليق لحد ان المتابعين اللي بيقولوا لها احنا فخورين بيكي, خليتينا نصدق ان الاحلام ممكن تبقى حقيقه وكل علينا ان احنا نجتهد علشان نحققها. طبعا يعني كل الكلام اللي قلتيه انا يعني اكيد معك فيه, بس مجرد دخول نورا لعالم بوليوود هو لحاله انجاز. طبعا وهو اكبر دليل على انه عن جد الاحلام ممكن تصير حقيقه. صحيح يا صبحي.